أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية الشعر في الموروث الثقافي ودوره في تعزيز القيم الاجتماعية التي أسهمت في ترسيخ الهوية العربية والوطنية، منوها سموه بما تشهده الحركة الثقافية في مملكة البحرين من تطور مستمر وما تلقاه من دعم واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاعة اليوم الشاعر محمد هادي الحلواجي، وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل العمل على تعزيز الحراك الثقافي والمحافظة على التراث العربي الأصيل ومد جسور التواصل بين مختلف الحضارات بما يعزز من مكانة المملكة في مختلف الصعد. أبلغ إذا جئت شبل الليث سلمانا، أبلغ إذا جئت شبل الليث سلمانا تحية عبقت وردا وريحانا، وقل له عن لسان الشعر مألوكة إن الحبيب حبيب كيفما كان، إن صد أو رد أو إن جاد مكرمة سيان في القلب والميزان سيانا، ما كنت بدعا وما كان القصيد سوى رسالة صدتها حبا وقربانا، جاءت مهنئة بالحب ناطشة لم تدخر أبدا في الشعر أوزانا، يا قرة العين للبحرين قاطبة، يا شبل من شاد بالأمجاد بنيانا، يا ابن المليك الذي لولا محبته ما قلت بيتا ولا غنيت ألحانا، تحية من صميم القلب صادقة سطرت فيها معاني الحب ألوانا، بثثت فيها فنون الشعر مقتدرا كأنه لؤلؤ قد حف عقيانا، وما ونيت وما كانت لتعجزني قصائد بل أرى في الحرف إذعانا، آت القصيد وقد جفت منابعه فيرجع الشعر مما قلتم الآن، في البدء كانت يد بيضاء قد سلفت منكم وأذكرها شكرا وعرفانا، وكان منكم من التقدير ما عجزت عنه الحروف وإن حاولت تبيانا، إني رأيت الندى والجود مكتملا لما رأيت بذاك اليوم سلمانا، إني رأيت الندى والجود مكتملا لما رأيت بذاك اليوم سلمانا، سلمان جيل من الآمال مبتعثا بالحب حلما وبالأحلام عمرانا، أحيا بهمته الآمال فانطلقت في إثر دعوته تزداد إيمانا، وما مقالي إلا كلمة صدقت في الحب قد اتخذت في الشعر ميدانا، حبي لكم من هوى البحرين منبعه وقد لهجت به سرا وإعلانا، وحب أهلي وأرضي قد لبست به يوم التفاخر بين الناس تيجانا، يا حبذا وطن البحرين من وطن وحبذا ساكن البحرين من كان، دار بها ثبتت للمجد مفخرة وأسست من نعيم الحب أركانا، دار بها حمد ضاءت بطلعته ربوعها فاعتلت في المجد كيوانا، أحيا بحكمته آمال أمته فعاد من جوده الظمآن ريانا، أحيا بحكمته آمال أمته فعاد من جوده الظمآن ريانا. جاء ذلك بحضور الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني،
الشاعر محمد هادي الحلواج لتقديم ديوانه الشعري الحمديات إلى سموه، حيث أثنى سموه على الجهد الذي بذله في إعداد هذا الديوان الشعري الذي جمع فيه القصائد الشعرية التي ألقاها في جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مختلف المناسبات، منوها بتجربته الشعرية الثرية، وتمنى سموه له التوفيق في أعماله الشعرية المقبلة. وأشار سموه حفظه الله إلى الجهود الثقافية التي يقوم بها الشعراء والأدباء في مملكة البحرين وإسهاماتهم في إثراء الحراك الأدبي والثقافي في المملكة. من جانبه عرب محمد هادي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام بالحراك الثقافي والشعري في مملكة البحرين.